بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عرض أحداث اليوم من تلفزيون السودان، معكم في تقديمه عواطف محمد عبد الله. هذه أبرز عناوينه: البرهان يلتقي اللجنة العليا للمقاومة الشعبية بولاية الجزيرة، الكباشي يصل إلى جوبا في زيارة رسمية، إبراهيم جابر يؤكد التزام الدولة بتسهيل إجراءات تطوير الصناعة بالبلاد، وزارة الخارجية تستنكر وترفض بيان الاتحاد الأوروبي بشأن الأوضاع في الفاشر. أهلا بكم. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان، التقى وفد اللجنة العليا للمقاومة الشعبية بولاية الجزيرة. وقال عبد السلام الشامي رئيس الوفد، الذي ضم ممثلين للطرق الصوفية والإدارات الأهلية ورموز المجتمع، قال أن اللقاء أمن على إنفاذ المطلوبات التي تقدمت بها اللجنة، والتي يأتي في مقدمتها ضرورة تسليح المستنفرين والمواطنين ودعم المتحركات وإعادة قدام المحاربين للخدمة للمساهمة في الزود عن حياد الوطن. وأضاف أن رئيس مجلس السيادة وعد بالاستجابة الفورية للمطالب وتقديم كل ما من شأنه دعم المقاومة الشعبية في معركة الكرامة، وذلك حتى يتم تحرير كل شبر من أرض الجزيرة. كان لقاء حقا مثمرا التزم فيه السيد الرئيس بإنفاذ جميع المطلوبات التي تقدمت له، وهي ضرورة تسليح المستنفرين والمواطنين، وضرورة دعم المتحركات، وضرورة إعادة قدماء المحاربين إلى الخدمة ليدفعوا وليساهموا، ولضرورة المساعدة في تجييش الشعب، لأن المعركة معركة كبيرة ومعركة بقاء ومعركة استعمار حقيقي. الحديث عن الجزيرة يطول وعن نزيف الجزيرة يطول، ووعدنا القائد وسيصدق وعده بإذن الله، ووعدنا السيد الرئيس بإنشاء صندوق داعم لشراء العربات والمساهمة في شراء الأسلحة. كل هؤلاء سخروا كل إمكانياتهم لنفر تحرير الجزيرة، ومنذ اليوم سيكون الحديث مختلف، سيكون كل شيء مختلف وصولا للهدف والذي نراه قريبا. التقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان، التقى وفد المجلس الأعلى للإدارات الأهلية بقيادة صديق ودعة، حيث تطرق اللقاء للدور الوطني الذي تلعبه الإدارة الأهلية في نصرة القضايا الوطنية. وأوضح ودعا أن وفد المجلس سلم رئيس المجلس السيادي توصيات ملتقى الإدارة الأهلية الذي عقد مؤخرا في القاهرة، مؤكدا أن رئيس مجلس السيادة أبدى اهتماما كبيرا بدور الإدارة الأهلية في السلام الاجتماعي ودعم قضايا الوطن، مبينا أنه وعد بتنفيذ هذه المخرجات بما يسهم في رتق النسيج الاجتماعي وتعزيز التعايش السلمي بين كافة المكونات الاجتماعية المختلفة بالبلاد. جدا كرجالات الإدارة الأهلية، المجلس الأعلى للإدارة الأهلية اللي قام بلقاء في القاهرة وطلعت مخرجات وتوصيات، وجينا تسلمنا الرئيس المخرجات والتوصيات، ومشكور سيد الرئيس فهم دور الإدارة الأهلية و
وأت بإنفاذ كل مخرجات القاهرة. وصل عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أو الركن شمس الدين كباشي إلى جوبا في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع كبار المسؤولين بدولة جنوب السودان. وكان في استقباله بمطار جوبا الدولي وزير خارجية دولة جنوب السودان رمضان عبد الله وطاقم السفارة السودانية بدولة الجنوب. وتأتي زيارة تعزيزا للعلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تطويرها، علاوة على تتويج جهود الوساطة الجنوب السودانية الرامية إلى استكمال التفاهمات بين الحكومة الانتقالية في السودان والحركة الشعبية شمال إلى اتفاق يخدم فتح المسارات لضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في المنطقتين. أكد الفريق بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام لدى افتتاحه مؤتمر تنمية وتطوير الصناعة السودانية الذي نظمته وزارة الصناعة في بور السودان التزام الدولة بتسهيل الإجراءات الخاصة بتطوير الصناعة، موجها الولايات بتبسيط إجراءات قيام المصانع والمدن الصناعية. وأوضح جابر أن المؤتمر يأتي والسودان في أشد الحاجة لتطوير قاعدة صناعية واستجلاب التكنولوجيا وخلق فرص للعمالة وتفعيل المسؤولية المجتمعية. إخوتي الكرام، لهذا الأمر نؤكد التزام الدولة توفير كل التسهيلات اللازمة والإجراءات المطلوبة للتنسيق والمساهمة في قيادة هذه الصناعة ودعم الصناعيين، كذلك توجيه إلى كل الولايات أن تكون على إهبة الاستعداد لتوفير البنية الصناعية، تخطيط المدن الصناعية، تبسيط وتفصيل إجراءات قيام المصانع في الولايات. الدولة سوف تقف بجد وإخلاص مع القطاع الصناعي وسوف تسهل فرص استثمارية نوعية لدفع وتحريك القطاع الصناعي في السودان بكل ما أوتيت من قوة. كما نؤكد التزامنا الكامل بمتابعة وتنفيذ كل التوصيات التي تخرجون بها دفعا للقطاع الصناعي. دعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم دعا القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصناعي والتنسيق مع الحكومة لتذليل العقبات التي تعترض تطوير الصناعة والتنمية، مشيرا إلى ضرورة تفادي تجربة تركيز الصناعة والتجارة والاستثمار في ولاية واحدة. ودعا وزير المالية إلى ضرورة انخراط الجميع في برامج البناء والتعمير والتركيز على تطوير الصناعة في المجال الزراعي. نحن نفتكر أن القطاع الخاص يجب أن يقود التنمية في البلد، ونحن على استعداد كدولة لمشاركة القطاع الخاص ولتشجيع القطاع الخاص وتوفير كل المعينات لتمكن القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة ومن قيادة عملية التنمية في البلاد. نحن في الحكومة أجزنا قانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، والقطاع الخاص لا يعني القطاع الخاص السوداني فقط، نحن أيضا مرحب بالرأسمال الأجنبي في الاستثمار في السودان. اكتشفنا مشكلة حقيقية وتعلمنا درس قاسي جدا، اللي هو درس وجدنا أننا مركزين كل ما نملك في السودان من صناعة ومن تجارة ومن خدمات في إقليم واحد وفي ولاية واحدة، ولاية الأخ الوالي البطل أحمد عثمان حمزة. نحن عايزين أخواننا الولاة حضور يبذلوا جهد في اجتذاب الصناعة في ولاياتهم، يقدموا إغراءات، يدوا أراضي مجانية، يدوا إعفاءات في الضرائب الولايات. ونحن من جانبنا على مستوى الحكومة الاتحادية ننظر في أي جهة تريد توطين الصناعة في الولايات، نحن نقدم لها أيضا ما نستطيع من حوافز. نحن ندعو أخواننا رجال الأعمال عموما
واتحاد أصحاب الغرف الصناعية للتواصل معنا لتذليل كل الإشكالات اللي بيواجهوها، ونحن جاهزين لذلك مقابل أنه ينتجوا لنا محليا، يعملوا لنا شراكات حقيقية، ينقلوا لنا التقنية من الخارج، ينقلوا لنا رأس المال الأجنبي من الخارج. عايزين نطور الصناعة عشان نقدر نمشي خطوة لقدام. يعتبر مؤتمر تطوير الصناعة دربة البداية للاهتمام بتطوير القطاع الصناعي بعد اندلاع الحرب، مما يلقي المسؤولية الكاملة على الولايات ومراكز اتخاذ القرار للشروع في تهيئة الأجواء وتبسيط الإجراءات ومضاعفة الحوافز التي تشجع على انطلاقة الصناعة وتخطي العقبات التي لازمت الصناعة قبل اندلاع الحرب. لم تستهدف الحرب حضارة وتاريخ السودان فقط، لكنها صوبت مدافعها لتدمير البنية التحتية وتعطيل التنمية، بل وتحويل الأمل إلى سراب. وفي هذا السياق تم تدمير وحرق وتخريب المصانع والشركات وخطوط الإنتاج والأجهزة والآليات والمواد الخام والمستودعات. لا شك إن الظروف التي تمر بها البلاد ألحقت العديد من الأضرار بالقطاع الصناعي، من تدمير ممنهج للبنية التحتية الصناعية وحرق خطوط الإنتاج وسرقة المستودعات وغيرها، مما أدى إلى غياب المنتجات المحلية عن الأسواق والإغلاق الأسواق بالمنتجات المستوردة والمهربة. إن الاستثمار هو نتاج تعاون بين كل الأطراف حكومة ومجتمعا ومستثمرين، وسعيا من حكومة الولاية في تشجيع الصناعة قامت بإعداد مدينة صناعية متكاملة تستوعب الآن عددا مقدرا من المنشآت الصناعية المتنوعة. وما إن مرت الشهور الأولى للحرب حتى بدأ الأمل يزهر من جديد، وبدأت الولايات تستقبل طلائع المصانع والشركات لوضع البذور الأولى، بل ودارت الآلات والأجهزة لبعض المصانع وهي تؤز أزا كأنها تعلن الفرح والنشيد. والتقطت الحكومة القفاز ووجهت الولايات بتسهيل وتبسيط إجراءات الصناعة، والآن بات الأمل كبيرا في أن تنتشر المصانع في الولايات وفقا للميزة النسبية لكل ولاية. وهذا يدل على وعي الحكومة ومعرفتها التامة لما يقدمه هذا الغطاء من مساهمات مغدرة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر ب 22%، كما إن القطاع الصناعي يستطيع إحلال 53% من الواردات في الصناعات التحويلية ذات الموارد الزراعية والتعدينية والدوائية. إن انعقاد عدد من الورش التي سبقت المؤتمر هي ظاهرة صحية في أن يجتمع أهل الشأن في الصناعة من أكاديميين وحكوميين وقطاع خاص وآخرين، وعليه ينتظر السودانيون أن يشاهدوا التوصيات واقعا يمشي على الأرض لتجسد شعار صنع في السودان. واحد من أسباب اندلاع الحرب في السودان هو الأطماع الإقليمية والدولية على الموارد الطبيعية والمواد الخام، وبالتالي يتطلع السودانيون لأن يكون إنتاج المواد الخام محليا هو واحد من موجبات وأسباب النصر الكبير وابتدار مرحلة البناء والتعمير لوطن لا يبنيه إلا أبناؤه الأوفياء. محمد الشنيدي، تلفزيون السودان، فور سودان. عرض أحداث اليوم متواصل معكم من تلفزيون السودان. أصدرت وزارة الخارجية بيانا رفضت من خلاله ما تضمنه بيان الاتحاد الأوروبي حول الأوضاع بمدينة الفاشر من اتهام القوات المسلحة بالقصف العشوائي ومساواتها بالميليشيا الإرهابية. وأوضح البيان
أن الاتحاد الأوروبي عاجز عن تسمية من يهاجم مدينة الفاشر ويستهدف المدنيين ومعسكرات النازحين ويمنع وصول الإغاثة إليها. واستنكر البيان عدم إدانة الاتحاد الأوروبي للميليشيا الإرهابية رغم إعلانها مرارا عن خطتها لمهاجمة مدينة الفاشر، كما أشار إلى تجاهل الاتحاد الأوروبي للرعاة الإقليميين للميليشيا الذين لا تزال إمداداتهم بالسلاح والمرتزقة مستمرة. ولفت البيان إلى أن المصالح التجارية لبعض دول الاتحاد الأوروبي مع رعاة الميليشيا تلجمهم عن إدانتها أو الضغط عليها للتوقف عن اشتعال نار الحرب في السودان. وجدد بيان الخارجية التأكيد على أن المعابر التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة مفتوحة ومتاحة، إلا أن بيان الخارجية أشار إلى معبر واحد تستخدمه ميليشيا التمرد للتزود بالسلاح والعتاد ومستلزمات عناصرها بعد أن أخلت المنطقة من سكانها، مما يدعو إلى الريبة والشك. طالب السودان الأطراف الخارجية كف يدها عن دعم ميليشيا الدجل الإرهابية التي ترتكب أفظع الجرائم في حق الشعب السوداني. وقال وزير الخارجية المكلف عوض حسين في كلمة السودان أمام القمة العربية في البحرين، قال إن الميليشيا الإرهابية ما كان بمقدورها ارتكاب كافة الجرائم في حق الشعب السوداني لولا الدعم السخي من بعض الأطراف الإقليمية، في إشارة لدولة الإمارات العربية المتحدة. إن السودان لا يزال يرجو من بعض الجهات الإقليمية التي تقدم الدعم للمتمردين أن تكف يدها عن دعم هؤلاء القتلة السفاحين الذين لم يجذبوا على بلادي وشعبي سوى الموت والتنكيل والاغتصاب والدمار. لقد واجهت القوات المسلحة السودانية هذا المخطط التآمري ببسالة وصمود مدعومة بالتفاف الشعب السوداني حولها في مشهد وطني غير مسبوق، فانقلبت الميليشيا بعد أن خاب مسعاها في الاستيلاء على السلطة، انقلبت على الشعب السوداني وأذاقته الأمرين فقتلا ونهبا لممتلكاته واعتداء على أعراضه وحرماته، فأحالت البلاد إلى كتلة حريق لا تزال نيرانها تستمر وتشتعل. أصحاب الفخامة والسمو والإخوة الكرام، لقد عمدت الميليشيا الإرهابية إلى توسيع دائرة الحرب ونقلها إلى مناطق مدنية آمنة تكاد تخلو من الوجود العسكري للقوات المسلحة السودانية، مثل قرى وبلدات ولاية الجزيرة ومدينة الفاشر وغيرها من القرى والمدن، وكلتاهما تمثل الخرطوم والجزيرة والفاشر تمثل ثقلا مدنيا كبيرا باعتبارهما مراكز إقليمية للعمل الإنساني وتوزيع الإغاثة، ويتم من خلالهما تنسيق جهود الاستجابة للطوارئ الإنسانية. ترأس وزير العدل الدكتور معاوية عثمان محمد خير بفور سودان ترأس اجتماع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وفق متطلبات القرار 2020-192 بتشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والتي تضم في عضويتها ممثلين للمنظمات الوطنية العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني والأكاديميين المختصين. وقال وزير العدل إن الاجتماع ناقش أجندة واختصاصات اللجنة المتمثلة بالوعي بالقانون الدولي الإنساني والتدريب والتأهيل لكافة الجهات المختصة، وعلى وجه الخصوص ما يلي القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى. تطرق الاجتماع إلى أجندة واختصاصات اللجنة المتمثلة بالوعي بالقانون الدولي الإنساني والتدريب والتأهيل لكافة الجهات المختصة، وخاصة فيما يلي القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى. وكذلك تطرق الاجتماع إلى تنسيق الصلة مع المنظمات الدولية العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتطرق الاجتماع كذلك إلى التعاون والتنسيق التام مع جمعية الهلال الأحمر السوداني بحزبانها
محور هام من محاور التي تعمل في مجال القانون الدولي الإنساني، ورفع الاجتماع توصياته وجندته الاجتماع المقبل في الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أعلن وزير الصحة الاتحادي المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم لدى لقائه والي ولاية نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد بحضور الإدارات المختصة بالصحة الاتحادية، أعلن التزام وزارته بالتعاون مع حكومة الولاية لتأهيل المؤسسات الصحية وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية. من جانبه تعهد والي نهر النيل البدوي عبد الماجد بتحسين بيئة العمل للعاملين بالحقل الصحي، فضلا عن التعاون مع الوزارة في القضايا الصحية كافة، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين كل الجهات الحكومية والمنظمات العاملة بالسودان من أجل الوصول للهدف المنشود، مثمنا الدور الكبير لوزارة الصحة الاتحادية لتوفير كل معينات العمل والدعم المستمر لتسهيل عملية تقديم الخدمة للمواطنين. في ذات الخصوص تم تداول حول بعض القضايا الأساسية المرتبطة بعلاج مرضى الكلى، وطمأن الأخ الوالي أن هناك عدد من الماكينات ستحل جزء من المشكلة بالولاية، وكذلك الحديث حول المسؤولية المجتمعية الكبيرة اللي بيقوم بها مجتمع نهر النيل تجاه الصحة في الفترة القادمة وسد الفجوات الكبيرة مع وزارة الصحة الاتحادية، إضافة لبعض المحاور الأخرى المتعلقة بحوجة الولاية للإسعافات خاصة الولاية المتسعة وشاسعة. نعد في الفترة القادمة إن شاء الله بتخصيص عدد من الإسعافات لولاية نهر النيل. تم يعني النقاش ولاية نهر النيل كما هو معلوم إن يعني تحتضن يعني أعداد كبيرة جدا من أهل العائدين لمنطقة نهر النيل من الخرطوم ومن ولاية الجزيرة ومن سنار ومن مواقع عديدة يعني، وده بيتطلب يعني زيادة إن شاء الله في المواعين بتاعت العلاج، والحمد لله رب العالمين. أول نقطة ناقشناها معاه اللي هي زيادة الماكينات بتاعت الكلى، يمكن طمنا تطمين كبير كده بأنه إن شاء الله النقطة دي يعني تحت المجهر وتتم المعالجة بإذن الله تعالى بالشيء الممكن يعني والميسور. انعقد بالمملكة العربية السعودية مدينة الرياض انعقد الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، ويشارك السودان بوفد برئاسة وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مولانا هويد علي عوض الكريم، نيابة عن السيد الوزير ورئيس وحدة المعلومات المالية دكتور طارق مجزوب إبراهيم. وقالت مولانا هويدا إن الملتقى شكل فرصة جيدة للاسترشاد بتجارب الدول لاستكمال المنظومة العاملة في مجال مكافحة الفساد وكل الجرائم العابرة للحدود الوطنية، داعية إلى أن يتولى مجلس الوزراء إصدار التوجيهات اللازمة لتكوين مفوضية لمكافحة الفساد وعمل بروتوكول إجراءات التعاون القضائي الدولي للتنسيق بين الجهات المختصة، بجانب تشجيع الاستثمار في مجال الآليات وتقنية وأجهزة الكشف عن الجرائم ومكافحتها. تطابق كبير عبرت عنه خطابات المتحدثين في فاتحات المباحثات بين أطراف العملية التفاوضية بشأن تمرير المساعدات الإنسانية إلى ولايات جنوب وغرب كردفان وإقليم النيل الأزرق والتي تجري بجوبا عاصمة جنوب السودان. أجواء يسودها التفاؤل، انطلقت جلسات التفاوض المشتركة بين وفد الحكومة الانتقالية في السودان والحركة الشعبية الشمال بشأن الاتفاق على فتح المعابر والممرات لإيصال المساعدات الإنسانية لمواطني جنوب وغرب كردفان والنيل الأزرق، في جلسة شهدها ممثلو منظمات الأمم المتحدة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى جوبا، حيث جدد رئيس الوفد السوداني حرصهم الوصول إلى توافق على بنود المسودة المطروحة للنقاش. تقدمنا بمقترح لوقف العدائيات ضمن التوقيت المحدد من قبل الوساطة، ونحسب أنه شامل ووافي لتلبية هدف الاتفاق، راعينا فيه كافة الموجهات والمبادئ والالتزامات الواردة بالقانون الدولي الإنساني والبروتوكول الثاني الملحق في معاهدات جنيف الأربعة للعام 1949. حددنا في المقترح أن تشرف الآليات العاملة والقائمة لتسهيل وصول وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين وفق مبادئ الشفافية والحيادية والشمولية ودون تمييز.
من ناحيته أشار الأمين العام للحركة الشعبية شمال عمار أموم إلى أن الحرب التي تدور رحاها الآن قد أكملت نحو 65 عاما ما قبل إعلان استقلال البلاد، وقد استعصت معها كل جهود الحل طيلة السنين الماضية، معزيا ذلك إلى عدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقيات علاوة على تجزئة الحلول. وشدد أمون في الوقت ذاته على موقف الحركة الشعبية من أن تجزئة الحلول لا تؤدي إلى سلام شامل، مبينا أن دائرة الاحتياجات الإنسانية التي تشمل مناطق دارفور وكردفان والنيل الأزرق والجزيرة والخرطوم تحتاج إلى مساعدات عاجلة تنقذ حياتهم وتحافظ على كرامة الإنسان من خطر الانتهاك. إن الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال ثابت في موقفها، وهي التوصل إلى تفاوض إلى اتفاق يسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في إقليم جبال النوبة وإقليم الفونج الجديدة وكل مناطق ولايات دارفور ومناطق الجزيرة والخرطوم وكردفان. وفي الأثناء أبدى أعضاء الوفد الشعبي المساند لجهود تمرير المساعدات الإنسانية ارتياحهم للروح التفاعلية التي سادت الجلسة الافتتاحية والنقاشات بين الطرفين. نحن كوفد شعبي اطمأنينا، ولكن سوف ندعم مزيد من الجهود لتكليل هذه المساعي والتوصيل لاتفاق في أقرب وقت ممكن. حكومة دولة جنوب السودان في أنها هي مستعدة في أنها تفتح كل الممرات وتساعد جل المساعدات وتسهل كل التسهيلات في أنها تصل هذه المساعدات إلى مناطق المتأثرة بالحرب. كلمات متفائلة رسمت صورة زاهية لمستقبل المحادثات بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية، بعكس ما تشهده دائما حمى البدايات في مثل هكذا مفاوضات. وغالبا ما ينتظر شعب المنطقتين والنيل الأزرق نتائج طيبة فيما يلي إيصال المساعدات الإنسانية، سنتابعها في بقية الجلسات. محمد الزبير إسماعيل، تلفزيون السودان، جوبا. عرض أحداث اليوم مستمر معكم من تلفزيون السودان. انعقد الاجتماع الدوري لتقييم أداء الولايات المتأثرة بالحرب، وأوضح الدكتور الصديق الطيب المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي المكلف، أوضح أن الاجتماعات الإسفيرية مع الولايات المتأثرة كليا وجزئيا تعتبر ضرورية للوقوف على الأداء، مبينا أن الاجتماع أمن على موجهات نائب رئيس مجلس السيادة ووزارة التنمية الاجتماعية بتقديم الخدمات واستعادتها وصرف كل متأخرات الفصل الأول للشهور السابقة في الولايات المتأثرة بالحرب وتوفير الأدوية والمستهلكات وتشغيل المراكز بالشراكة مع المجتمع والمنظمات. في إطار خطة الطوارئ للصندوق القومي للتأمين الصحي، قمنا أيضا بعمل اجتماعات سفيرية مع ولايات السودان المختلفة ومع فروع الصندوق في هذه الولايات، بلغت 17 اجتماعا سفيريا مع هذه الولايات. خرجنا من هذه الاجتماعات بمجموعة من التوصيات ومجموعة من الموجهات التي يتم تنفيذها على مستوى رئاسة الصندوق، وتوصيات يتم تنفيذها على مستوى الفروع المختلفة، وتوصيات يتم تنفيذها على مستوى مواقع تقديم الخدمات الصحية. تسلمت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عددا من الشاحنات محملة بالأدوية قادمة من منظمة اليونيسيف ومنظمة حماية الطفولة وصندوق الإمدادات الطبية، بحضور مدير عام وزارة الصحة دكتور محمود القائم ومدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني. شملت كميات من الأغذية والأمصال والأدوية المختلفة. تسلمت وزارة الصحة ولاية الخرطوم 4 شاحنات محملة بالأدوية قادمة من منظمة اليونيسيف ومنظمة حماية الطفولة وصندوق الإمدادات الطبية، وذلك بحضور مدير عام وزارة الصحة دكتور محمود القائم ومدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني ورئيس لجنة الطوارئ الصحية دكتور محمد إبراهيمي. وقال الدكتور القائم إن اليونيسيف ومنظمة حماية الطفولة قدمتا أغذية وألبان وعلاجات للأطفال، فيما قدمت الإمدادات الطبية أدوية علاج الكلى والحالات الطارئة والعمليات الجراحية وأمصال السعر والتي ستمنح للمواطنين الذين تعرضوا للعطل. نحن نشكر اليونيسيف حقيقة، يعني دي المرة الثالثة يجيبوا لنا كمية كبيرة من
المعينات، ونحن هو حسب الخطة بتاعتنا وببرنامج بتاع توزيع محدد لمؤسساتنا الصحية، وبيجوا كل مرة بنديهم الإزالة حقت الحياة الجابوها لنا قبل ما يجيبوا الدفعة البعادة. يعني دكتور محمد إبراهيم أوضح اليونيسيف ظلت طوال فترة الحرب تنفذ برنامجا منتظما لإمداد وزارة الصحة بعلاجات والتغذية للأطفال باعتبارها مهتمة بهذا الجانب، وقال إن لجنته تتعامل بمنتهى الشفافية مع المنظمة التي تحرص على استلام كشوفات بالمرضى الذين استفادوا من دعمها. الشكر موصول للإمدادات الطبية في العلاج المجاني. هذه الأدوية نحن محتاجين لها الآن في فترة الحرب، لأنه معظم الترددات هي في السنة الفاتة للحرب، وما زالت هي ترددات لجرح الحرب، وهي أعداد كبيرة جدا، والتردد العالي للطوارئ زائد جرح الحرب هو يخلي استهلاكنا العالي من الأدوية المنقذة للحياة والعمليات الجراحية. كذلك الأطفال أقل من 5 سنوات والنساء في سن الإنجاب عندهم حظ كبير من هذه الإمدادات، ودي بتساعد في رفع نسبة الاستجابة لهذه الأمراض وتخفيض عدد الوفيات في الأطفال والنساء والتوليد، لأنه دي مؤشرات عالميات. من ناحية أخرى التقى دكتور قريب الله محمد أحمد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بمسؤول الطوارئ باليونيسيف السيدة جيلي ليدر والوفد المرافق التزام حكومة ولاية الخرطوم بتوفير كافة المعينات لاستئناف العام الدراسي وإتاحة الفرصة لكل طالب وطالبة لتلقي التعليم في بيئة سليمة وآمنة رغم التحديات التي تواجه الوزارة، في مقدمتها تأخر صرف استحقاقات ورواتب المعلمين التي توقفت لمدة 10 شهور. أوضحت ليدر مسؤولة الطوارئ باليونيسيف أن المنظمة تعمل على توفير فرص التعليم لكل طفل في جميع أنحاء العالم وخاصة مناطق النزاعات، وقالت إن الزيارة لولاية الخرطوم جاءت بغرض الوقوف على الإمكانيات المتاحة لاستئناف الدراسة وفق رؤية الوزارة، وأبدت استعداد المنظمة في دعم خطط الوزارة الرامية لاستقرار التعليم في ولاية الخرطوم. وتظل ولاية الخرطوم في حوجة لكافة الخدمات الأساسية التي تعين المواطنين على الحياة في ظل الحرب المفروضة عليهم، ولا بد من استمرار دعم المنظمات والخيرين لمجابهة هذا الوضع. لتلفزيون السودان عبد العزيز سليمان، أحمد فارونة، الخرطوم. أكد ممثل والي الخرطوم صديق فريني أن احتشاد مستنفري ومستنفرات الريف الشمالي وجه رسالة بأن الريف الشمالي بات عصيا على الأعداء والمتربصين، وأكد فريني خلال مخاطبته حفل تخريج مستنفري ومستنفرات معسكرات الوحدة الغربية بالريف الشمالي كراري، أوضح التزام حكومة ولاية الخرطوم لدعم وإسناد برامج المقاومة الشعبية بالولاية. استاذنا العرض استاذ وزير التنميه الاجتماعيه ممثل والي ولايه الخرطوم. احتفلت مناطق ابو سنيدد والسعديه والاحامده بالقطاع الغربي بالريف الشمالي كراري بتخريج كوكبه من المستنفرين والمستنفرات من معسكر اسود الكرامه، وشهد الاحتفال الاستاذ صديق حسن فريني ممثلا لوالي الخرطوم بحضور ممثلين للجنه العليا للاستنفار وتنظيم المقاومه الشعبيه ومنطقة وادي سيدنا العسكرية وعدد من القيادات النظامية والشعبية والإدارات الأهلية بالقطاع الغربي كرري. وأشاد ممثل والي الخرطوم وزير التنمية الاجتماعية صديق فريني بالتجاوب الواسع والتدافع نحو معسكرات التدريب من الشباب والشباب والفتيات، وذلك استجابة لنداء الوطن، وقال ما تم هو رسالة للمليشيا المتمردة أصبح عصيا عليهم واقتربت ساعة النصر. هنالك من كان يقول معليش معليش ما عندنا جيش، الليلة بنقول شنو يا جماعة؟ كلنا جيش. الليلة بنقول شنو؟ كلنا جيش. ويكفي يكفي انه ابو سنيقت والسعدية والاحامدة وصلوا الرسائل الكبيرة دي اللي انا حسيت مش للمرة الاولى لكن لتأكيد انه حديث القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس السيادي حينما قال أن تهديد الذي يواجهه الدولة السودانية الآن هو تهديد وجود. اللواء ركن دكتور مهندس أمير سليمان ممثل قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية كذا أن القوات المسلحة ستظل حامية لحمى الوطن وأن الشعب السوداني هو السند الحقيقي لها من خلال التدافع على المعسكرات لنيل شرف الانضمام والدفاع عن الوطن وعزته. لقد أثبتتم
بهذا الاستنفار وبهذا التدافع الكبير إنه هذا البلد غالي لجميع أهلي. وأنتم الآن انتظمتم في جميع هذه المعسكرات، ومنكم من تدرب واندفع إلى الأمام في المتحركات، ومنكم من ما زال يكمل دوراته التدريبية ويتخرج كل أسبوع أو كل يومين ثلاثة. نحن بنكون مارين على هذه المعسكرات. اللواء معاش أمني معاوية مدني ممثل اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية قال إن المعسكرات وصلت بولاية الخرطوم ل 196 معسكرا خرجت أكثر من 30,000 مستنفر ومستنفرة، منهم 8,155 في الخطوط الأمامية، وما زال التدريب مستمرا بالمعسكرات. في اللجنة العليا للاستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية عندنا حقيقة منذ أن بدأت أول طلقة وبدأ الاستنفار بشكله الكبير انضمت لنا كوكبة رائعة من هؤلاء الشيبة والشباب والفتيات بمختلف أعمارهم على هذه المعسكرات، فكانت حقيقة عندنا هنالك 196 معسكر على مستوى ولاية الخرطوم. هؤلاء 196 معسكر تدافع ما يقارب 8,155 في الخطوط الأمامية. رئيس لجنة الاستنفار بالريف الشمالي عثمان الأمين قال إن الريف ظل حاضرا بأبنائي وبناتي، وهو صمام أمان الولاية من البوابة الشمالية، ولن تؤتى الولاية قط من جانبهم. ونحن في ظل هذه المنطقة القطاع الغربي من الريف الشمالي نحتفل بختام دوراتنا التدريبية، ونحتفل بتدويج ختام المرحلة التدريبية لأبناء وبنات المنطقة. الشيخ الأمين سليمان الطيب ممثل القطاع الغربي بالريف الشمالي كرري ثمن الدورة اللجنة العليا للاستنفار بالريف لجهدها في إعداد أبنائهم لنيل شرف الدفاع عن مناطقهم والوطن، مؤكدا أن الريف هو السند الحقيقي لمعركة الكرامة. إحنا أبناء الرجال سطروا التاريخ في موقعة كرري بإن شاء الله على الدرب سايرين. ماذا بإحنا موجودين؟ ما في عمله، ما في خونه، ما في مارغين. تخريج مستنفري ومستنفرات القطاع الغربي بالريف الشمالي كرري امتداد لعطاء أهل الريف وسندهم للعزة والكرامة، وتأكيد للشعار المرفوع للاحتفال جيش واحد شعب واحد. عبد العال سليمان، أحمد فارونة، الخرطوم. احتفلت قيادة الفرقة الثالثة مشاه بشندي بتخريج مستجدين الدفعة 88 لمركز تدريب المعاقيل القتالي بحضور اللواء ركن حمدان عبد القادر داود قائد الفرقة الثالثة مشاه، وبحضور المدير التنفيذي لمحلية شندي خالد عبد الغفار الشيخ ولجنة أمن المحلية. وأكد قائد الفرقة الثالثة مشاه على أهمية استمرار التدريب في كل ظروف، وأضاف أن قوات الفرقة ومنسوبيها جاهزون لنظافة وتطهير كل شبر من المتمردين حتى الجنينة، مثمنا مواقف ولولاية نهر النيل وحكومته في الدعم والإسناد لكل متطلبات الأمن والاستقرار. وأنتم اليوم متخرجين إضافة حقيقية للقوات المسلحة، ونحن نقول بالفم المليان أنتم هؤلاء أبناء الدفعة 88 امتداد للفرقة الثالثة مشاه في مكوناتها، وإن شاء الله الدفعات قادمة 89 و90 وإلى 1000 بإذن الله سبحانه وتعالى. فامتد التدريب زهاء العام أو أكثر، اجتمع التدريب الابتدائي والتدريب الانفرادي والتدريب الجماعي مرورا بمهارة الميدان والطوابير المختلفة، ثم تنفيذ المشاريع الكبرى من طابور السير الطويل والضاحية، وكانت هذه الدفعة مثالا للضبط والربط وقوة الشكيمة والعزيمة التي لا تلين. أشادت لجنة أمن ولاية نيل الأبيض في اجتماعها الدوري برئاسة والي نيل الأبيض عمر الخليفة عبد الله، أشادت بالانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمستنفرين بدحر حشود ميليشيا الدقل الإرهابية وتدمير كميات كبيرة من آليات الميليشيا من القطاع الشمالي للولاية. وقال الخليفة إن هذه الانتصارات تأتي امتدادا للانتصارات المتلاحقة التي حققتها القوات المسلحة على ميليشيا الدقل الإرهابية بكافة محاور القتال، مؤكدا
أن مكونات بحر أبيض تقف وقفة صلبة مع القوات المسلحة لدحر الميليشيا المتمردة. أشاد والي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف ودعت الله رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالولاية خلال ترأسه الاجتماع المشترك، أشاد بالدور الوطني للقطاعات والفعاليات الشعبية لدعم وإسناد القوات المسلحة، مشيرا إلى أهمية التنسيق المشترك بهدف تحقيق الغايات التي تدعم مسيرة العمل. وأوضح دكتور إسماعيل علي الماحي رئيس مبادرة صك الكرامة بلجنة الاستقطاب والدعم الشعبي باللجنة، أوضح أن الاجتماع استمع إلى تنوير حول جهود اللجنة ورؤية العمل التي وضعتها، مؤكدا تضافر الجهود من كافة قطاعات المجتمع بالولاية لدعم وإسناد القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في معركة الكرامة ضد ميليشيا الدجلو الإرهابية. غشه الاجتماع وخلص إليه هو أولا إسناد القوات المسلحة، ثانيا استقطاب الدعم والجهد الشعبي، ثالثا تكوين لجنة لهذا الأمر شملت لجنة الاستقطاب أصحاب العمل ومبادرة الأبيض لن تموت، وكل هذه الفعاليات أصبحت في لجنة واحدة تسهم لدعم قوات الشعب المسلحة. والاجتماع كذلك خلص إلى أن هذه المبادرات التي يقوم بها المواطن كلها تصب في إسناد القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وهي تخوض معركة الكرامة. نحن في قادمة الأيام إن شاء الله سننزل إلى الأسواق وإلى الشركات وإلى المؤسسات. وقف والي النيل الأبيض عمر الخليفة عبد الله على تجارب زراعة الخلايا الجذعية لمرضى العظام بمستشفى الأندلس بكوستي التي تأتي ضمن القافلة الطبية القادمة من المملكة البريطانية المتحدة، والتي تضم عددا من الاستشاريين في التخصصات الطبية النادرة. وأشاد الدكتور الزين سعد آدم وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية، أشاد بجهود مستشفى الأندلس والاستشاريين لتقديم خدمات علاجية للمرضى من مواطني الولاية والوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب. نحن اليوم وقفنا على الغافلة الطبية المقدمة من مستشفى الأندلس التخصصي لمواطني الولاية، يمكن هي متخصصة في العلاج بالخلايا الجذعية، وذيل اختصاصي عظام ومسالك من المملكة المتحدة، هم سودانيين بيعملوا في المملكة المتحدة، ويمكن هذه تجربة رائدة قدمت خدمات كبيرة. احنا يمكن وقفنا على هذه الغافلة مع السيد الوالي ومع المدير المستوصف، وافتكر ان التجربة دي تجربة كبيرة ورائدة وبتقدم الخدمات للمواطنين وتقريبا لهم. ويمكن وعد السيد الوالي ووعدنا في الوزارة في انه الغافلة دي إن شاء الله تكرر مرة ثانية في مؤسسات الحكومية في مرافقنا عشان يشوفوا أكبر عدد من المرضى ويمكن ننفتح لتخصصات أخرى. مستشفى الأندلس جزء لا يتجزأ من وزارة الصحة، والحمد لله توفقنا في التيم اللي جاء وقدم خدمة جيدة، يعني تكاد تكون 100% نجاح، وإن شاء الله نكون الولاية الوحيدة في السودان تقدم الخدمة التجديدي، وإن شاء الله يستمر بإذن الله في الشهور القادمة. عرض أحداث اليوم متواصل معكم من تلفزيون السودان. أكد الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة أن القطاع الزراعي يعد أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد السوداني ويسهم في توفير الغذاء المحلي. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لإنجاح العروة الصيفية للعام 2024 و2025. وأوضح المهندس عبد القادر أحمد محمد أن حجم المساحة المستهدفة لهذا العام والبالغ قدرها 1,150,000 فدان بعدد 8 أقسام بالمناجل والقرش وقسمي الوسط ووادي شعير بالجزيرة. كما التقى الطاهر إبراهيم الخير والي الجزيرة بالمناجل بوفد الجهاز القضائي برئاسة مولانا حامد الأمين عبد الله قاضي المحكمة العليا ورئيس الجهاز القضائي بالولاية. وأكد الوالي أهمية عودة الجهاز القضائي إلى ممارسة نشاطه والنظر في المظالم والفصل فيها،
داعيا إلى تنسيق الجهود لعودة السلطة القضائية وممارسة نشاطها بالمناجل والقرشي والمناطق التي تم تطهيرها من مليشيا الدجلو الإرهابية. نحن وعلنا الأخ رئيس الهواء بتدريب كل التعاون وكل الدعم اللوجستي إن شاء الله حتى يتم فتح المحاكم كلها وتطهير الحياة بصورة طبيعية، ونحن مستعدين تماما لتدريب كل هذه التعاون. تناقشنا وكما كرر مع الأخ الوالي ووعد بتدريب كل التعاون التي تعني توالي الإخوة الوضع في محلية المنازل، ونحن على استعداد بعد ربع العمل الإسعار طريقة الله بتكوين دائرة إنعافية للعمل الجنائي والمدني اللي كان موجود وما تم الضبط فيه، وإن شاء الله محاكمنا مؤقتا بنفتحها تشتغل الإعلامات الدراسية والإشهادات وشهادات البحث بحيث إنه دولار العمل ما يتأثر كثير والمواطن يحسين إنه في أشياء بسيطة هي مقدرة ومعتبرة وموجودة ومتوفرة، يعني ذات الإعلامات والإشهادات الأشياء البسيطة زي إن شاء الله. ونمشي قدما بالإنزام بإذن الله لحد ما يستقر العمل شكوى السلفة. وفي ولاية الجزيرة أيضا أشاد واليها الطاهر إبراهيم الخير بدور منظمة قطر الخيرية وتدخلاتها الإنسانية للأسر المتأثرة بالحرب، مشيرا إلى العلاقات الأزلية التي تربط بين الشعب السوداني والشعب القطري. جاء ذلك خلال تسلمه قافلة قطر. وأكد طارق محي الدين عثمان انسياب المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب، وأن تدخلات منظمة قطر الخيرية سوف تشمل كل الاحتياجات الضرورية حتى تنجلي الحرب. اليوم بحمد الله سبحانه وتعالى يعني قطر الخيرية تكون حاضرة في ولاية الجزيرة بسلال غذائية، يمكن 7000 سلة غذائية. دي ما التدخل الأول بالنسبة لقطر الخيرية في الولاية. قبلها في الفيضانات كان في تدخل كبير جدا، والآن ما زال الخير يعني متصل، وبإذن الله تعالى سنواصل التدخل في هذه الولاية في مجالات عدة غير الأمن الغذائي، في مجال المياه ومجال الصحة بإذن الله. أولا نشكر أخواننا في جمعية قطر الخيرية وعلى رأسهم الأخ الدكتور حيدر طارق ورفقته الكرام، والحمد لله اللي يمكن السلة وصلت في وقتها المناسب تماما، لأنه نحن أكثر حوجة لهذه السلال بالنسبة لأخواننا الناجين من الحرب. ويمكن كما قال الأخ إنها هي 7000 سلة، و7000 دي إن شاء الله نحن يمكن تكلمنا معهم بصورة واضحة إنه نحن كحكومة ما حنتدخل فيها، أنتوا والهلال الأحمر ومفوضية العون الإنساني وكل المنظمات الموجودة اللي بتساعد في توزيع هذه السلال لمستحقينها. دشن ممثل والي الولاية الشمالية المدير التنفيذي لمحلية دونغولا الدكتور مكاوي الخير الوقيع، دشن برنامج حصاد القمح بمشروع بن الزراعي بحضور وزير الزراعة المكلف مهندس حسين عبد الغفور، وحيا ممثل والي الشمالية جهود مزارعي مشروع بنا في تشغيل المشروع بعد توقف كبير، مشيدا باللجنة الفنية التي قامت بواجبها على أكمل وجه. وأضاف ممثل الوالي أن المشروع هو مشروع لكل الولاية، مؤكدا وقوفه ودعم محلية دونغولا في إنجاح الموسم الزراعي الصيفي. من جانبه عبر وزير الزراعة المكلف مهندس حسين عبد الغفور عن سعادته بتتويج مجهود مواطني بنا بحصاد الموسم الشتوي في المشروع، مؤكدا أن تطبيق الحزمة التقنية ساهمت في زيادة الإنتاج. اليوم احنا سعيدين في مشروع بنا الزراعي تدشين الحصاد، حقيقة يمكن نحن فخورين جدا في أنه هذا المشروع ينطلق الانطلاقة القوية بعد توقف دام 4 مواسم. حقيقة كانت إعجاب لهذه المنطقة لهذا المشروع العتيق الذي يعني إنتاجيته إنتاجية وفيرة. نشكر كل من ساهم ووقف وقفة كبيرة جدا في أنه هذا المشروع يرى النور، و
ونحمده سبحانه وتعالى في أنه هذا الإنتاج إنتاج وفير. أيضا يمكن في ظل هذه الظروف والحرب اللعينة يمكن الحمد لله هذا المشروع ينطلق، والظروف الاقتصادية المعروفة والخمسة ألف فدان المزروعة يمكن حقيقة أيضا الإخوة الوافدين وجدوا حظهم في أنه يجدوا فيها مساحات يزرعوا. يعني هذا المحصول اللي احنا شايفينه بحمد الله انزرع في شهر 3 وما شاء الله زي ما انتم شايفين واعد، وزي ما شفتوا قبل شوية انتاجية ما شاء الله كبيرة جدا جدا. الحمد لله نشكر السيد الوالي، نشكر حكومة الولاية في انه ساعدت مساعدة كبيرة جدا في انه هذا المشروع يشتغل. نشكر برنامج الغذاء العالمي انه ادانا ودعمنا بكل المدخلات من تقاوي وسماد داب وجرعتي اليوريا، شوالين يوريا شوال داب. نشكر مزارعي بنا حقيقة اجتهدوا وسعوا وكان عندهم إرادة وقبلها نية قوية جدا لزراعة مشروع بنا الزراعي. تعهدت قطاعات واسعة من رجال الدين والدعاة وعدد من الطلاب الحافظين لكتاب الله بالدمازين تعهدوا بنشر علوم القرآن ومحاربة خطاب الكراهية وتقبل الآخر بجانب توطين الدعاة بالمناطق الريفية. جاء ذلك خلال كرنفال تخريج الدفعة الثانية من حفظة القرآن. في خطوة داعمة لنشر وتكثيف العمل الدعوي بإقليم النيل الأزرق، أهداف وغايات يزعى إليها مركز كافل اليتيم لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه بالدمازين من خلال كرنفال تخريج الدفعة الثانية من حفظة كتاب الله. حفظت القرآن كاملا برواية أبي عمرو الدوري وحفص عن عاصم، ورسالتنا أن ندعو الناس إلى التوحيد إلى الله عز وجل وإلى أن ينبذوا الجهوية والعنصرية وكل ما يتعلق بالكراهية. هؤلاء هم طائفة يتعلموا القرآن الكريم ثم يرجعون إلى أهليهم ويعلموهم ما تعلموا بهذا المركز، يعلموهم كيف يصلوا، كيف يحجوا، كيف يوحدوا الله تبارك وتعالى، كيف يقرأوا القرآن الكريم، الطريقة التي نزل بها هذا القرآن الكريم. حزمة من الرسائل والمناشدات بعث بها عدد من المرشدين بالمركز للخيرين لدعم المركز بمختلف المحاور. بالناشد كل الناس المحسنين اللي بيدعموا هذا المجال ويروا أنه يخدم المجتمع المسلم والمجتمع السوداني خاصة، نقول لهم تدعموا هذا المركز. فهذا المركز لو لقى كفالة للأيتام، كفالة للشيوخ، بيخرج كمية كبيرة جدا، والحقيقة السودان محتاج لمثل هذه المسائل، والمدارس ذاتها محتاجة. لقينا بعض التحديات في المركز مثل النقص في المواد الغذائية والمياه والكهرباء، نحتاج من الخيرين لأدعم. توطين الدعاة والحث على تلاوة القرآن حفظا وتجويدا استراتيجية يركز عليها المركز للمساهمة في تزكية المجتمع. وعليه أهمية هذا المركز في أنه إن شاء الله يعمل على توطين حفظ القرآن ونقل حفظ القرآن من المدن إلى الأرياف. فلذلك استهدفنا تحديدا طلاب من كل محليات الولاية وبل خارج الولاية. هناك معنا طلاب من دارفور ومعنا طلاب من أثيوبيا، وعليه إن شاء الله بعد هذا التخرج سينتشرون في الريف. نشر المعرفة وعلوم القرآن هي الرسالة التي يزعى لها المركز لتوطين الدعاة بالمناطق الحدودية. عصام طه، تلفزيون السودان، إقليم النيل الأزرق. التقى والي البحر الأحمر المكلف اللواء الركن مصطفى محمد نور ناظر عموم قبائل البني عامر الناظر علي إبراهيم دجلل، وناقش اللقاء مخرجات مبادرة أبناء البجا التي عقدت مؤخرا بمنطقة أركويت بمحلية سينكات. وأبان دجلل أن اللقاء وقف على التوصيات والمخرجات للمبادرة التي تهدف لرتق النسيج الاجتماعي لمكونات الشرق ونبذ أسباب الفرقة والشتات والالتفاف حول القوات المسلحة دعما وإسنادا في معركة الكرامة.
يعني ضمن الوفد لنعرض كنا في مؤتمر أركويت بخصوص وخصوصا الاتفاقية المبادرة بتاعت أبناء الشرق وجماعة كل أبناء الشرق بكل قبائلهم. والحمد لله يعني كل التوصيات وصلت وهنا قابلنا كل الدولة حتى الآن آخر ختامة مسكان مع الآخر الرئيس. وإن شاء الله نسأل الله أنه يعني يوفق ويحفظ شرقنا وبلادنا ونأكد أنه وقوفنا خلف القوات المسلحة ونسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد. ونحن شاكرين لحكومة الولاية كلها لاستقبالنا ولقضت كل مهامنا عجينا لها ونسأل الله التوفيق. أوضح المدير التنفيذي لمحلية الفولة إبراهيم بخيط طه المشرف على ملتقى التعليم التفكري الأول الذي انعقد بالفولة، أوضح أن المعلمين أبدوا استعدادهم لفتح المدارس بعد معالجة التحديات الماثلة. كما خاطب الملتقى والي الولاية الدكتور عصام الدين هارون من الأبيض عبر الهاتف ونائبه آدم كرشوم نور الدين والمدير العام لوزارة التربية والتوجيه الأستاذ أحمد رحمة الله الإمام مؤكدين على أهميته لمعالجة مطلوبات فتح المدارس. بحمد الله وتوفيقه انتهت الجلسة الختامية وخرج المجتمعين شركاء التعليم بعدة من التوصيات. أولا هم بادروا بأنه هم على جاهزين على فتح المدارس، لكن هنالك تحديات لابد من معالجتها، العقبات البتعوق عملية استمرار أو فتح المدارس. الآن المدارس مليئة بالنازحين الذين أتوا إلينا من بابروسة، بالإضافة إلى ذلك المعلمين بتساءلون عن مسألة المرتبات. تم انعقاد الملتقى التفاكري الأول لاستمرار العملية التعليمية، وكان الملتقى بجامعة السلام والملتقى يعني محلية الفولة بإذن الله. نعتقد بأن هذا الملتقى هو فكرة ناجحة جدا يلتقي فيها أصحاب المصلحة من مجالس آباء وأولياء أمور أمهات وأبهات ومعلمين ومعلمات، ويضعوا بعض القرارات التي بموجبها يمكن أن تنطلق المدارس في التاريخ المعني. هذا المؤتمر هو امتداد للمؤتمرات التي تمت في محليات ولاية غرب كردفان المختلفة، الغرض منه تهيئة البيئة الكاملة لاستمرار التعليم في ولاية غرب كردفان. معروف أنه نحن في السودان بعيش أوضاع معقدة جدا بسبب هذه الحرب. هذه الحرب نحن في ولاية غرب كردفان متأثرين بها تأثير كبير خالص، ولكن الحرب ما معروف فيها نهايتها متين، لذلك التعليم لازم يستمر. والحمد لله كل محليات ولاية غرب كردفان الليلة على أهبة الاستعداد لبداية العام الدراسي 2024. خاطب المهندس صلاح أحمد علي كركبة ولي نهر النيل بالإنابة، خاطب ودع وفد ترحيل وتأبين امتحانات الشهادة الابتدائية للعام 2024، وذلك بغرض تسليم الامتحانات لوزارة الخارجية في بورسودان لترحيلها لعدد من الدول الأجنبية لتسهيل عملية جلوس الطلاب خارج السودان. تم اليوم تسفير أو مغادرة امتحانات الشهادة الابتدائية لمدينة بورسودان بغرض توزيع على السفارات في خارج البلاد مساهمة من ولاية نهر النيل لإكمال العملية التعليمية لأبنائنا حتى في خارج السودان. يمكن ولاية نهر النيل ولاية مشهود لها بالعطاء وبالذات في مجال التعليم. الناس رغم الظروف ورغم هذه الحرب اللعينة ورغم هذه الاعتداءات، يمكن العملية التربوية والتعليمية لم تتوقف في ولاية نهر النيل. نهر النيل أكملت عام التعليمي بسلاسة واستقرار يعني يحمد لكل الشركاء في العملية التعليمية. يمكن الحمد لله وصلنا مرحلة طباعة الامتحانات وتوزيعها للمراكز الخارج البلاد، دي يمكن خلاص خواتيم مرحلة الأساس، والناس حقيقة في استعداد للمرحلة المتوسطة وعلى وشك تتابع العملية. نهاية عرض أحداث اليوم لهذه
الليلة نعود ونذكر بأبرز ما جاء فيه من عناوين. البرهان يلتقي اللجنة العليا للمقاومة الشعبية بولاية الجزيرة. الكباشي يصل إلى جوبا في زيارة رسمية. إبراهيم جابر يؤكد التزام الدولة بتسهيل إجراءات تطوير الصناعة بالبلاد. ووزارة الخارجية تستنكر وترفض بيان الاتحاد الأوروبي بشأن الأوضاع في الفاشل. بهذا مشاهدينا تكامل واكتمل عرض أحداث اليوم لهذه الليلة. خالص تحياتي وفريق العمل، ونسأل الله أن ينعم على بلادنا بالأمن والسلام والاستقرار والنصر للقوات المسلحة. ابقوا في أمان الله. We'll be right back.